سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير، اش اخباركم؟ نتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال. جيت لكم بفيديو جديد، تتمه ديال جهاز العروس المغربيه. انا كنشارك معكم حوايجي البسيطه جدا، وانتم كيبقى لكم كامل الاختيار. فقط انا كنقترح عليكم بعض الاقتراحات اللي ممكن تاخذوها بعين الاعتبار. هكذا انا كنت كندير فاش كنت كنوجد الجهاز ديالي، راني كنت كندخل غير اليوتيوب وكناخذ افكار هكا من البنات. المهم اليوم هذا الفيديو غادي يكون خاص بالملابس الداخليه المرافقه للملابس الخارجيه. المهم لي كولون، البوديات، هكا. المهم راكم عارفين داكشي اللي كنحتاجو في التحت، وغادي نبداو الفيديو ديالنا ان شاء الله بسم الله على بركه الله بهاد البودي، عفوا بهاد الكولون، بهاد الكولون هذا اللي كيجي على هذا الشكل. هذا صراحه فن وزوين، شريته غالي شويه ولكن ما ندمتش عليه. كنت غير دايزه شفت المانكا لابسه خديته، حيت كنت عارفه بلي ما غاديش ندم عليه. هذا كيجي تحت الجلابه اولا تحت القفطان، طبيعه الحال ما يمكنش نكونوا عريانين ولا من التحت، راكم عارفين البرد وداكشي غادي نزرقو وما يلبس ما يطلعش علينا، خصنا ضروري نكونوا لابسين. هذا فن وفي اللون ديال اللحم، وكيجي بهاد الدونتيل هذا. هانتوما انا نفتحو لكم تشوفوا من هنا حتى لهنا راه توب، ومن هنا لتحت راه هاد الشبيكه هادي. غادي ندوزو للكولون الثاني، هذا هوايا حتى هوايا فيه هاد الدونتيل هذا. هذا سامبل، وكاين هذا الصراحه ديال الحمام اولا مردوش ديال المبره. هذا خديته بعشرين درهم، سخون الصراحه ديال البرد. كاين ثاني هذا في اللون ديال في اللون الزرق، هذا كنلبسو مع واحد العبايه زرقاء ومع ديك الجلابه الزرقاء. راكم غادي تلقاوها في ملابس تقليديه في القناه ديالي. هذا كنلبسو مع جلابه الزرقاء ومع هذيك العبايه ديالي الزرقاء. كاين ثاني هذا في اللون الغوز، هذا بودي بلاتي نسرح لكم. ها هو يا البنات كيجي بحال هكا، حتى هو فيه شبيكه من جهه الصدر وفي اليدين، مزير الصراحه وزوين من عند اليدين بحال هكا كيجي. انايا خديت من هذا النوع، خديت واحد في الابيض واحد في البلونكاسي واحد في الغوز باش يتماشاو ليا مع الملابس كاملين اللي عندي. هذا هو يا البنات. ندوزو للثاني، كاين تاني هاد الكولون مع البودي ديالو، هادو في المنيبرا سخان صراحة. هادو ديال الحمام اولا يجو بحال هكا تحت الملحفة اولا تحت شي جلابة خفيفة. عندنا هادا في البلون كاسي فيه هاد الشريطات بحال هكايا، هادا خديتو بستين درهم. العنق ديالو كيفاش داير؟ هاد الحوايج البنات ضروريين ضروريين ضروريين، تحت الجلابه تحت الملحفه تحت الكسوه ضروري مرافقين، هادو ضروري منهم. وكاين ثاني هاد البودي بالكولون ديالو اللي كامل وغير شبكه، كامل وهذا غير شبكه. هذا خديتو سير كوموند، اللي كنت عامل مع واحد البنت هي اللي كتجيب لي الحوايج سير كوموند. هذا الصراحة هو يفن، كيجي تحت الجلابة وتحت الكسوة. فن الصراحة كيبان بحال هكا أنثوي. كاين تاني هاد الكولون مع البودي ديالو، كيجي بحال هاد الشكل فيه البريون بحال هكا، هو في اللون الأبيض والعنق ديالو داير بالطونتيل. هذا صراحة خديتو رخيص،
وبغيت نشارك معكم البنات هذا البينوار، هذا ديال توب جوهرة، هذا كنت وصيت عليه جاني. هذا في صراحة ديال بحال مثلا الا كنتي لابسه شي مزيون في الليل اولا شي حاجه وبغيتي تخرجي بحال مثلا للدوش اولا تلبسيه، كيجي فيه هاد الشبيكه هادي طايره باليد، اختاريته في اللون الغوز اللون المفضل ديالي، وفيه هاد الوريضة في الصدر وفيه الحزام، صراحه فن 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 اكثر من رائع. خديت فيه لطايال، وكيجي معاه الكولون ديالو، انا غادي نوريكم شنو كيجي معاه. وكيجي معاه البنات هاد الطوني هذا ديالو اللي هو غير شبيكه، فيه هاد البابيون هادي من الصدر بحال هكا كيفاش كيجي. وكيجي معاه هاد الكولون هذا خديته ب 140 درهم البنات، خديته البينوار معاه هادو ديالو جوج. عطيونا رايكم فيها البنات كيفاش جاكم. وما بين الحوايج كذلك اللي لازم تديهم معاك اختي العروس، الله يكمل عليك بالخير، واللي مازال الله ييسر ليها ويجيب ليها الزوج الصالح، اللي هما يا الدونيات والبيرميدة ديالهم، يعني دوك الملابس الداخليه ديال تحت ضروري تديهم معاك، وبالزايد يعني حيت كتبقاي فهمتوا راكم عارفين تبقاي دوشي، وداكشي خصك تبدلي دائما خصك تبدلي، يعني خصك تدي معاك بالزايد. انا راه عندي من غير هادو مازال، يعني وتنوعي في الثوب وحتى في الالوان. وياكم وياكم تاخذوا هذوك اللي فيهم هذوك المكخيات وداكشي، انا بعدا ما كيعجبني داكشي هذوك ديال الاطفال وديال ايام الشباب ايام العزوبيه. انا يا خديت هادو في البيض وفي الغوز وفي البلونكاس، سامبل ما فيهم لا مخي ولا حتى شي حاجه سامبل. ومن بين الحوايج كذلك اللي لازم تديهم معاك هما يا هاد الخرقات ديال الشعر، اللي ملي كدوشي ولا كتجي من الحمام خاصك ديري تنشفي بهم شعرك، كاينه هادي وهادي هاد ديال الصالات، هذيك الخرقه اللي كنديرو على الصالات كيفاش كتجي غتكونوا عارفينها. هذا تاو ديال الحمام، كاين هذا المهم راكم عارفين. صافي البنات هادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وانا دائما راني بسيطه وكنشارك معكم الحوايج الابسط ديالي، نتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم ان شاء الله. بالسلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.